أنا هلأ رايحة أحوش الزيتون، طبعا هو قريب جدا من هون ومكملين سوا. هيدا الزيتون احنا لازم نختار الحبة الكبيرة، الحبة اللي بيعجبنا شكلها، لان هو لسه ما نضج تماما. أنا كمضيعة كنت دائما حاول روح مع أهلي على الأرض، لكن الشغلة الوحيدة اللي أنا بعمري ما حبيتها هي الشغل الزيتون. طبعا نحن شغل الزيتون بيحتاج لكترة، يعني أنا إحنا مثلا كل أهل البيت وأقربائنا أصحابنا بنجي لمة كبيرة، لأنه الكترة أول شيء بصير كلها تسلاية، جو حلو. الجو الشغل الزيتون هو جو كتير حلو وجو كتير خاص. أنا كان ممكن روح معهم على الزيتون واستمتع بالطبيعة فقط، ممكن روح معهم على الزيتون واستمتع بالطبيعة فقط، يعني ما خرج اشتغل. ممكن كنت أعمل القهوة والشاي على النار، ممكن حضر لهم المتة، يعني أنا كل شيء بيلهي عن الزيتون كان هذا من اختصاصي. أما أني اشتغل زيتون وكن عملية، بصراحة هي الشغلة الوحيدة اللي أنا ما فيني عليها، ما بحبها. بحب روح على الزيتون، بحب شارك، بحب اللمي، بس يلا متعب. يعني إنه حبة صغيرة بتجي هيك بدنا نحوش منها شوالات كتيرة، بصراحة هي بدها عقل يتحملها. أنا بالنسبة لإلي يعني بصير بيجعوني صباعي، بيجعني راسي، بيجعوني إجري، أنا كنت أتهرب كتير. طبعا هذا الحكي من زمان كتير، بعدها يعني نحن توجهنا بحياتنا، صرنا أخذت حياتنا خط آخر، بعدنا عن الشغل، بعدنا عن الزيتون، وبعدنا عن الهيك. لكن هو بالآخر متعة، يعني مهما كان عندنا الواحد بالضيعة مثقف متعلم أستاذ دكتور مستلم منصب كبير، كله بده يروح على الزيتون. ما في هون ما في مزح. حتى نحن بموسم الزيتون كنا، كوني هلأ أنا موجودة هون بموسم الزيتون ممكن عايش هاي النقطة، نحن منلتقي أهل الضيعة وخصوصا اللي هني برا الضيعة، منلتقي بموسم الزيتون ومنشوف بعض بالطرقات وبالأراضي، لأنه هي الأراضي جنب بعض، وممكن احنا نساعدهم شوي ويرجوا يساعدونا شوي. وهي جوه كتير حلو كتير خاص كتير رحماني، كتير في محبة، كتير في خصوصية. الضيعة غير، الضيعة السحر. أهل الضيعة هي الناس البسيطة الطيبة النقية، وما زالت لحد الآن، يعني رغم الأزمة اللي صارت بسوريا اختلفت النفوس، بس أنا لسه عم بلمس الرحمانية اللي بالنفوس والمحبة والابتسامة بوجوه كل أهل الضيعة والضيعة اللي حوالينا.
منكمل حواش الزيتون. هيدا الحواش الزيتون استثنائي كرمال الكاميرا، لا لولا هيك انا ما ححوش زيتون، ما حاقطف زيتون. طبعا احنا انا حنزل اسا فيديوهات عن موسم الزيتون الحقيقي، يعني حنروح على الاراضي ونصور والاجواء كيف ممكن تكون. هلا انا ممكن كوني رايحه اصور، ممكن اعمل لهم شاي او قهوه على الحطب، طبعا اذا تم الامر رح صور. يلا مكملين سوا بحواش الزيتون. هاي الزيتونة حبتة كبيرة، حبتة كبيرة. دائما اي ثمار في العالم لما بتكون بتخف العدد، يعني الكم على حساب النوعية، خف عدد الزيتون الحملان تبعه بتكبر الحبة وبتصير جاهزة. يعني هلأ هيدي أكبر حبة، يعني هلأ هي هلأ بعد شهر بالقطاف ما بتكبر أكتر من هيك. هيدي حجمها ممتاز، يعني أنا ما توقعت لاقي هيدا الحجم. ملينا السلة، هاي مليت السلة ولا ريحة رصها وزبطها. بالنسبة للي ما عم يفهم علي بالترجمة، طلع الشمس، بالنسبة للي ما عم يفهم علي على لهجتي، أنا فيديوهاتي كلها مترجمة، بس نوجد على العنوان أنه مترجم للفصحى. بتقدروا تدخلوا على شاشة العرض، ثلاث نقاط من فوق على الزاوية بتضغطوا عليها بيطلع لكم الترجمة، بتختاروا اللغة اللي بتكون إياها، اختاروا اللغة العربية أو إذا كان على اللابتوب، على الشاشة نفسها موجود رمز الإعدادات، بتضغط عليها وبتدخل على الترجمة بتختار اللغة العربية مشان تفهموا علي. شكرا. خلصنا، ما تنسوا اللي عنده زيتون يجرب الزيتون الفريك وحتدعوا لنا.